عسى أن تفي الحكومة بتعهداتها ووعودها تجاه هذه الشريحة، إذا كيف تقيمون يعني تعهد رئيس الوزراء برفع مستوى التعليمي وكذلك تقديم ما يخدم المعلم العراقي؟ والله أنا أعتقد دولة الرئيس شجاع، وهذه المرة يبدو أنه جاد بتقديم الخدمات، وما زال هو تحت اختبار الشعب، الكل ينظر إليه بأن هذه المرحلة هي مرحلة مصيرية، يعني بعد فساد مر 17 أو 18 عام لابد لتصحيح مسارات الحكومات السابقة والإيفاء بالوعود وإعطاء إنجاز. أنا أعتقد هذا الرجل شجاع وقادر على أن يفي بوعوده، وبإمكانه إن كان هناك لا توجد تأثيرات إقليمية ودولية، لأننا دائما نقول أنه هناك من ساهم بتدمير التعليم ابتداء من 2003 ولحد الآن بأجندات خارجية. الآن رئيس الوزراء إذا تخلص من هذه الضغوط وأراد أن يخدم شعبه هو قادر على ذلك، الأراضي متوفرة والأبنية ممكن أن يوفرها والاقتصاد الآن بشكل جيد، وأعتقد كما قلت لك هو ووزير التربية ووزير التعليم العالي نوجه لهم التحية، أنه نقول لهم نحن ننتظر بشغف أن توفون بعهودكم، ونتمنى أن يكون يوم 1 آذار عيد المعلم أن يكون هناك كتاب شكر للمعلم والمدرس والأستاذ الجامعي من دولة الرئيس، حتى يكون هناك تهنئة جيدة ممكن أن تعطي جانب معنوي، ثم نبدأ بالإجراءات الأخرى.